معلومة مهمة جدا بتهم صحتك وصحة أولادك. البصل مغناطيس يجذب البكتيريا، منشور واسع الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك بيحذر من ترك البصل مكشوفا ولو لدقائق بسيطة باعتباره مثل المغناطيس بالنسبة للبكتيريا. تعال نشوف ايه التفاصيل بتاعة الموضوع دوت، وهل هو المنشور دوت صح ولا غلط. تعالوا نشوف رأي الطب في الموضوع ده، فتابعونا للنهاية علشان تعرفوا كل تفاصيل الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في طريق المعرفة. لو أول مرة تشوفونا ويهمكم تعرفوا كل الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار تهم صحتك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا كلنا عارفين الفوائد الصحية المذهلة لتناول البصل، لأن البصل فيه خصائص مضادة للالتهابات وكمان بيخلص الجسم من السموم. مش بس كده، ده البصل كمان بيقي القلب من الأزمات. طبعا المنشور الأخير بيدعي وجود كارثة صحية ترتبط بتناول البصل في حالة تركه مكشوفا لدقائق بسيطة. المنشور اللي انتشر على الفيسبوك وعلى مواقع تواصل كتير قال ان ترك البصل مكشوفا بعد تقطيعه ولو لنصف ساعة، يعني تحوله من طعام صحي الى مغناطيس خطير يجذب البكتيريا. وقال كمان صاحب المنشور، قال ضرورة عدم ترك البصل بعد تقطيعه حتى لو في التلاجة او في المبرد او بداخل اكياس. وقال كمان ان تناول البصل في الحالة ديت بيعني وجود فرصة كبيرة للإصابة بالتسمم. الحقيقة بقى على عكس ذلك تماما. ليه بقى؟ بيأكد الخبراء والمتخصصون في مجال الطب والصحة العامة على ان البصل تحديدا بيعتبر من اكبر المواد الغذائية المضادة للبكتيريا، والفضل بيعود الى المركبات الكبريتية بداخله والتي تمنع وصول البكتيريا اليه من الاساس. يعني البكتيريا اصلا مش بتقدر توصل للبصل علشان في مركبات كبريتية بداخل البصل، ولا تقوم بجذبه كالمغناطيس كما ادعى المنشور الكاذب. بيوضح جوي جوركيز الدكتور والاستاذ في جامعة ميكغيل الكندية، قال عند تقطيع البصل بيتم افراز بعض الانزيمات التي تتسبب فورا في حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه احماض تتحلل لتصبح فطر حمض الكبريت. وقال كمان بيتسبب هذا الحمض في تساقط الدموع. طبعا انت لما بتقطع البصل بتنزل دموع من الاعين بالفعل، الا انه يقوم على الجانب الاخر بفايدة عظيمة تتمثل في مقاومة البكتيريا والجراثيم. يعني هو بيقاوم البكتيريا والجراثيم مش بيجذبها. ما اكتفاش الأستاذ بالجامعة الكندية بهذا التأكيد بس، قال كمان عدم حقيقة ضرر البصل على الصحة في بعض الأحيان. من المعروف إن سطح البصل المقطع يجف سريعا، انت لما تقطع البصل دوت المية اللي فيه بتجف بسرعة، لذلك تصبح فكرة جذبه للبكتيريا شبه مستحيلة نظرا لأنه لا يتمتع بالرطوبة اللازمة من أجل تكوين الجراثيم والبكتيريا. ما ينفي في النهاية فكرة عمل البصل كالمغناطيس لجذب البكتيريا. فما تقلقوش من المنشور الكاذب المنتشر على الفيسبوك ومعظم التواصل الاجتماعي، ويريد تنشروا الفيديو دوت لكل الناس علشان يعرفوا صحة الخبر وان المنشور ده كذب. بتمنى في النهاية تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.